الآن مشاهدينا الأحباء، خريستوسانيستي أليسوسانيستي، أهلا بكم وحلقة جديدة من حوار مفتوح وأولى حلقات البرنامج بعد عيد القيامة المجيد. كل سنة وحضراتكم بألف خير، بركة القيامة المقدسة وهذه الأيام المقدسة تكون معاكم وتعيشوا في فرح ببركة صلوات سيدنا الحبيب نيافة الأنبا بشوي اللي بيشرفنا دايما في البرنامج. نيافة الأنبا بشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة ببراري بالقاس ورئيس قسم علم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية. أولاً يا سيدنا بنقول لنيافتك كل سنة ونيافتك بألف خير، والحاجة الثانية بقى الحمد لله بسلامة نيافتك، يعني نيافتك واصل حالاً من لبنان من المطار على الاستوديو على طول في الكاتدرائية، فكل عام ونيافتك بخير وألف ألف الحمد لله بالسلامة على سلامة نيافتك يا سيد. الله يسلمك. إحنا الاجتماع في لبنان كان في ضيافة الكاثوليكوس أرام رئيس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في أنطلياس في لبنان لبيت كليكا الكبير، وحضر المطران عمانوئيل الرئيس المشارك للجنة الحوار الدولي للحوار بين العائلة الأرثوذكسية الشرقية بتاعتنا كلها وبين العائلة البيزنطية اللي هم بيسموا نفسهم الكنيسة الأرثوذكسية من ناحية الرسمية يعني. الحوار المتوقف بقى له سنوات طويلة من ساعة وفاته وقبل وفاته ومرضه الرئيس السابق المطران دمسكينوس. المطران عمانوئيل شخصية ممتازة جداً، بس لأنه ما كانش هو اللي ماسك الحوار فلسه بقى بنبتدي نحرك الموقف من جديد، وكان لقاء مهم جدا وإن شاء الله هيكون لنا لقاء في الأسبوع الأخير من أكتوبر الأسبوع الأخير من سبتمبر وأوائل أكتوبر. مش الأسبوع كله، يعني جزء من آخر سبتمبر وأوائل أكتوبر وجزء من أوائل أكتوبر ده حسب ما أنا فاكر، يمكن يطلع الشهر اللي بعديه لكن أنا ككاتب التاريخ يعني. النهاردة الاحتياطات الأمنية في الكاتدرائية معلن عنها عشان زيارة رئيس جمهورية البرتغال. تمام يا سيدنا، هو في زيارة صاحب القداسة صاحب القداسة البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني، ونشكر ربنا الزيارة قائمة حالياً وربنا يخليها سبب خير وبركة للكنيسة والمصر وللعالم كله. أمين يا سيدنا بصلواتك. تمام، نعش سيدنا أستأذن نفتك نحيي المجموعة الموجودة معنا. دول بعضهم جم من الصبح عشان يعرفوا يخشوا. مظبوط كده. وبعضهم لما قالوا احنا داخلين نحضر حوار على الهواء، قصدي حوار مفتوح، وده برنامج على الهواء طبعا. ففي ناس من المنظمين سمحوا لهم، بس دول يعتبروا فلتة يعني دخلوا فلتة يعني ما قدرش يدخل، معلش بنعتذر له ما يزعلش يعني. فان شاء الله نحوضها في الحلقات القادمه مع سيدنا.
سيدنا يعني بمناسبة برضو زيارة نيافتك للكنيسة في أول الحوار اللي كان قائم في لبنان وهو متعلق بين العائلتين الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الأرثوذكسية الغربية أو اللي هم بيسموا نفسهم أنا سلمتهم الهجوم بتاع مطران بري ده اللي احنا عايزين ندخل عليه سيدنا فعلا باليوناني وبالإنجليزي وبالعربي وقلت لهم بعض فقرات منه يعني شديد وسبته لهم يقروه على مهلهم لكل الحاضرين سواء من العيلة بتاعتنا أو المطران بتاع مطران فرنسا من اللي هو ممثل للبطريرك المسكوني في فرنسا كان معاه أيضا مطران آخر للروم الأرثوذكس من لبنان وإحنا من ناحيتنا كان في نيافة المطران جورج ماري توفيل جورج صليبة جبل بيروت ونيافة رئيس الأساقفة ناريج أليمزيان وكمان المسؤول عن العلاقات المسكونية في الكاثوليكوسية في أنطلياس كاثوليكوسية الأرمن ده مسؤول جديد أب راهب كاهن لسه جديد يعني لكن كفء جدا بس ما بيعرفش عربي قدامه الانجليزي احنا واليوناني. كلامنا كان بالانجليزي طبعا ولو قلنا حاجة عربي بنرجع نترجمها ترجمها. تاني طبعا احنا كنا قلنا في من ضمن الهجوم بتاع مطران بيريه اللي اسمه سيرافيم اليوناني قلنا انه بيهاجمنا عشان مش بنقبل تأليه الانسان بمعنى التأليه مش التشبه بالمفهوم بتاعهم يا سيدنا مش بمعنى التشبه بالمسيح أو التشبه بالله فهو بيهاجمنا للسبب ده فبرضو أنا سلمتهم الكتاب بتاعنا اللي ردينا فيه على موضوع تأليه الإنسان بالإنجليزي اللي هو الكتاب ده بس بالإنجليزي ده ردينا على جورجيوس كابسانس اللي مستشهد به مطران بيري وعلى جريجوري بالاماس ونيقوديموس الأسوسي وآخرين من اللي بينادوا بال بتأليه الإنسان بمفهوم إن احنا بناخد الجوهر الإلهي نفسه لا مش الجوهر بقى هما مدرستين تأليه الإنسان مدرستين العالم كله مدرستين نفهم دي سيدنا حلو ان احنا نفهم دي مدرسة منهم بتقول ان احنا بيحصل اتحاد اقنومي وطبيعي بيننا وبين اللاهوت لما حل الروح القدس في يوم 50 وما ابتدأ به في بيت لحم تم وكمل في يوم 50 وبرضو جالنا كاهن روسي في احد اللقاءات المسكونية وقدم ورقة بيقول ان احنا في اتحاد بيننا وبين اقنوم الكلمة اتحاد اقنومي زي الاتحاد اللي بين طبيعته الالهية وطبيعته الانسانية اللي هو تجسد الكلمة كأن احنا المسيح يعني تصور لما ملايين البشر يبقوا هم مساويين للمسيح وكلهم آلهة يبقى احنا ما عندناش سلوس بقى ده احنا عندنا السلوس بعد مجيء المسيح بقى مليارات صح كده وراح السلوس خالص يعني لما تقول مثلا 30 مليار وثلاثة الرقم حسابيا بيبقى ثلاثة ده حسابيا يبقى ثلاثة ده مهمل طبعا جنب ال 30 مليار يعني 30 مليار جنيه و3 جنيه و3 جنيه دول ما لهمش لازمه خالص ده ما يتحطوش في الورق ما بيحسبوهمش صحيح
مش داريانين بروحهم بصراحة يعني. صحيح سيدي. تشويش غير عادي، فكر ملخبط. دي بدأت عندنا في كنيستنا بكتاب العنصرة للراهب متى المسكين اللي صدر 1960، واستمر ينطبع، واعتقد انه بينطبع لغاية دلوقتي، ويتوزع في مكتبة مجلة مرقص في شارع شبرا. وقال انه عليقة مشتعلة بالنار في يوم 50، طبيعة الهية متحدة بطبيعة بشرية مع الرسل. وعلى رأي البابا شنودة لما رد على الموضوع ده، قال ده هو خلط بين أقنوم الكلمة اللي تجسد في بيت لحم أو في الحبل به في بطن العذراء يعني، وتولد في بيت لحم، وبين أقنوم الروح القدس اللي حل في يوم 50. فهو بيقول إن ما ابتدأ به بالنص كده في بيت لحم تم وكمل في يوم 50. يعني المسيح فتفوتة صغيرة من التجسد الإلهي، واحنا بقى يوم 50 بقى احنا بقى الهلمة الكبيرة والمسيح جنبينا، يبقى فتفوتة زي التلاتة جنيه جنب التلاتين مليار. ايه؟ زي حكاية التلاتة جنيه جنب التلاتين مليار سيدي. يعني حاجة كده بنفس القياس. فتفوتة. ايه ده؟ وطبعا مثلث رحمات البابا شنودة رد على الموضوع ده بإسهاب. صحيح. لكن هما ما كفهمش كده، في دير أبو مقار ونشروا كتابين في حياة الراهب متى المسكين وفي حياة البابا شنودة، عشان يردوا على البابا شنودة. فقالوا الكنيسة عروس المسيح، طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية. كتابين. وكتبوا في المقدمة إنه اشترك مع الرهبان بتوع الدير، أو أحد رهبان الدير، ربما مكتوب اسمه في الكتاب يعني، وأنا عارفه مين. إنه لاهوتي مشهور اشترك معنا، وده في الغالب الدكتور جورج حبيب بباوي. كتاب الكنيسة عروس المسيح، كتابين مش كتاب واحد، طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية. ده طيار، بصينا لقينا لاهوتي روسي في اجتماعاتنا المسكونية مقدم ورقة بيقول كده، ان احنا بنتحد باللاهوت زي اتحاد أقنوم الكلمة بالناسوت بتاعه، احنا كمان امتداد للاتحاد الأقنومي. وقرينا كمان انه الخمس متى المسكين في كتابه عن القديس، عن تعليم القديس كيرلس، قريناها ان هو بيقول ان بيقول ان كلام القديس كيرلس هو ما قالش كده، بس بينسب اليه دون ان يكون اقتباس. بيقول الكنيسة هي تحقيق لسر المسيح، ميستيريو خريستو، ودي بولس الرسول ذكرها في رسالة افسس. بيقول دراياتي بسر المسيح ان الامم شركاء في الايمان. الامم هو بقى فسرها كده، القديس بولس الرسول قال كده. فسرها انها دي عند كيرلس الكبير الكنيسة تحقيق لسر المسيح. طب ايه بقى؟ تحقيق للاتحاد اللاهوتي بين الناسوت واللاهوت، وهي امتداد للاتحاد الاقنومي، يعني هي امتداد للتجسد الالهي. وكرر الكلام ده في ثلاث فقرات في الكتاب بتاعه اللي احنا قرينا منه هذا الكلام. يعني فكرة الاتحاد باللاهوت، وعنده كمان في كتاب العريس كنا قرينا حتة بيقول فيها ان اللاهوت هو العريس، والناسوت هو العروس. ده بقى تخريم اكتر.
وإن اللي اتولد في بيت لحم من العذراء مريم هي الكنيسة، واللي متحد بيها أخنوم الكلمة. لكن يسوع نفسه، يسوع نفسه هو العروسة. يعني بقى كان المفروض يلبس طرحة وفستان زي أي عروسة يعني، خلاها عروسة. لكن يسوع يقول عنه رجل قد تبرهن لكم، لما بطرس الرسول بيوعظ في يوم الخمسين في سفر الأعمال، في سفر الأعمال يقول رجل قد تبرهن لكم. معروف أن المسيح رجل. صحيح. ملناش دعوة بقى بكيف تكون الناسوت بفعل الروح القدس بدون زرع بشر وتفاصيل أخرى، دي مش ملناش دعوة بيها. لكن السيد المسيح كان له دقن وكان صدره معتدل عادي، حتى لما عروه على الصليب مفيش ملامح ان هو ست يعني. طبعا السيد راجل كامل الرجولة يعني، عارفش. لا انا اقصد اقول الحبل بيه كان شيء معجزي فائق. لكن عمرنا ما ورد اي حاجة تشير الى انه كان امرأة. او في اي مثل اللخبطة في تكوينه. وبعدين قال بقى ان العروس هي الناسوت، هي الكنيسة، يعني يسوع هو الكنيسة. هنا برضو خلط بين ده كتاب العريس. وبعدين قال انه دشن جسده بدم الله على الصليب، فدشن الكنيسة، دشن جسده هو بدمه. في واحد يدشن نفسه بدمه؟ ما الدم بيسري. لا هو معتبر بقى طلع من الحتة الأولانية لحاجة تانية، إن دمه هو دم الله. أنا برضو إحنا لا ننكر إن هو دم الله الكلمة طبعا المتحد باللاهوت تجسد من العصر. لكن بيقول إنه دمه هو دم الله اللي دشن بيه جسده على الصليب، وهو جسده محتاج تدشين وتدشين بدمه هو. طب ما دمه وجسده مفيش فرق، يكونوا تكوين واحد اللي هو الناسوت، حد مقدس تماما يقدس بدم نفسه. انا مش فاهم سيدنا ايه اللي الناسوت فيه روح عاقل وفي جسد بنفس حية. وبعدين قال صعد للسماء بهذا الجسد عشان يدي للكنيسة كل مخصصاته الأزلية. كل ده قرناه قبل كده وردنا عليه. يدلها كل مخصصاته الأزلية بما فيها القدرة على كل شيء اللي تخص الله، مخصصاته الأزلية أن الله هو اللي قادر على كل شيء، شيء. وهو اللي عالم بكل شيء. وهو الغير الزمني وهو غير المبتدئ، فهذه مخصصات أزلية كلها، وكائن في كل زمان وفوق الزمان وقبل الزمان. ضاعت كل المفاهيم بتاعت التكوين العقائدي المسيحي، عبارة عن واحد جه مسك فازة جميلة كده ومسكها دشها في الأرض بقت فتافيت. صحيح، مش في أي معالم ليها خالص، ضاعت المعالم خالص. دي المدرسة الأولى. أنا مركز مع نفتك وكنت لسه أسأل. ودي مش عند متى المسكين بس. لا دي متواطئ معاهم طبعا الدكتور جورج حبيب باوي، وأيضا لاهوتيين روس. قدموا لنا أوراق اسمه الأب أوليج اللي قدم لنا ورقة في حوار مسكوني مع الروم الارثوذكس او مع بعض الكنائس الروم الارثوذكس عشان نسهل لهم قبول الاتفاقية اللاهوتية. المدرسة الثانية بقى ايه؟
تأليه الطاقة. ويقول لك لا، مدرسة اتحاد الأقنومي يقول إن الجوهر الإلهي بيتحد بينا ويبقى امتداد، احنا امتداد للاتحاد الأقنومي بين الجوهر الإلهي والجوهر البشري، وامتداد للتجسد اللي حصل في بيت لحم. المدرسة التانية بتقول الجوهر الإلهي غير مقترب إليه ولا يمكن إدراكه ولا الإحاطة به. تمام، ده كويس. طيب الكلام ده صح، لأن القديس باسيليوس قال كده وقال نحن نعرف الله، باسيليوس الكبير، نعرف الله من خلال عطاياه وصفاته، زي مثلا إن هو محب عادل، إن هو الخالق، يعني قصدي إيه؟ يعني لا يمكن أن نصبر غور الجوهر الإلهي، لأن الإحاطة بالجوهر الإلهي هي أنك ترسم دائرة حوالين حاجة. صح، وده لا يمكن يحصل مع الجوهر الإلهي. الكومبريهنشن is a type of circumcision. circumcision يعني بتعمل دائرة كده. فأنت كده الإحاطة بالجوهر الإلهي يعني معناها محدودية الجوهر الإلهي، وده غلط. فدي مدرسة بقى رفعت الجوهر الإلهي قوي، ودي بتاعت جريجوري بالاماس ونيقوديموس الأسوسي والجماعة اللي قلنا عنهم في مشكلة تأليه الطاقة، وطلعنا الكتاب ده عشان نرد عليهم. ده الكتاب اللي ترجمه ونشره الأب إبراهيم دبور في الأردن، وده كان زميلنا في قسم الإيمان والوحدة في مجلس كنائس الشرق الأوسط. طب وما ليه بقى تقليل الإنسان يجي إزاي؟ يقول لك لا، بدام الجوهر الإلهي غير مقترب إليه يبقى إحنا نقول إن الطاقات الإلهية هي الله أيضا. أيوة. مش عطايا بإرادة الله، ودي تبقى مخلوقة. أيوه. ها؟ الطاقات. طاقات الله. النعمة. الكتاب يقول إيه؟ شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. شاء فولدنا. يبقى بدي بالإرادة. صحيح. وما هو بالإرادة فهو مخلوق. وما هو بالطبيعة فهو مولود الابن. ما هو بالطبيعة يبقى زي ولادة الابن وانبثاق الروح القدس، يبقى ليه نفس جوهر الاب. يبقى في فرق بين ما هو بالطبيعة وما هو بالإرادة. فقالوا ايه بقى في المدرسة التانية للتأليه؟ ان قدرات الله هي قدرات إلهية، ان هذه القدرات هي الله بدون ان تكون جوهره. يعني خلوا الله اثنين. أيوة. مش أقانيم، لا، الثالوث جوهره. أيوة. ده الله. آب وابن وروح القدس. والطاقات اللي من الآب من خلال الابن بواسطة الروح القدس اللي بتمنح للخليقة دي هي الله أيضا. الله أيضا. ايه هقولها تاني. دون ان تكون جوهره. هنا ان قدرات الله هي قدرات الهيه. ايوه، قدرات الهيه، مفيش مشكله. صحيح. ان هذه القدرات هي الله بدون ان تكون جوهره. هي الجمله دي سيدنا بتاع دون. يبقى في الله الجوهر والله والله الطاقه. او والله الطاقه. يبقى دول اتنين الله. وحطوا جمله سيدنا، انا مش اقانيم. ده الثلاث أقانيم بجوهر واحد، والنعمة بتمنح من الآب زي ما قال القديس أثناسيوس، لها أصلها في الآب وتتحقق من خلال الابن بواسطة الروح القدس. وبعدين طلعوا بالنتيجة بقى اللي هم عايزين يوصلوا لها، ان هذه القدرات هي الله بدون ان تكون جوهره، انها الله لذلك تؤله الانسان.
والجسارة بقى جريجوري بالاماس رئيس سقف تسالونيكي في اليونان في القرن الـ14، مكتوب في الكتاب بتاع جورجيوس كابسانس بتاع جبل أسوس ده اللي ترجمه الأب إبراهيم دبور، ترجمه في الأيام دي يعني سنة 2008 وقبليها كمان، بيقول لخص اللاهوت الآبائي جريجوري بالاماس بقوله إن كلية القداسة اللي هي العذراء يعني تأتي بعد الثالوث الأقدس مباشرة، هي إله بعد الله. ويا ريت وقفت على العذراء بس وتأممت بقى للكل كمان. طيب هنا بداية الفكر بتاع التأليف، وما كفهمش يقولوا كده ولكن قالوا كمان إنه الملائكة بتستمد نورها من العذراء مريم. طب وقبل العذراء ما تتولد الملائكة كانوا في ظلمة؟ وإلا يا سيدنا يعني يقع في فخ تاني، وإنه الست العذراء يعني مؤله أو يعني أزلية، وده برضه خطأ، هيصلحوا الخطأ بخطأ أكبر وأفضح يعني هم كده بيدخلوا من حفرة يقعوا في دحديرة. في نقاء كنيستنا سيدنا يعني عمرنا ما في حد من آباء كنيستنا أله العذراء أو حطها في مكانة اللاهوت أبدا، وتعترف الكنيسة وتقول الأم والعبدة في جمال كنيستنا سيدنا وجمال ألحانها في وصفها للعذراء. قديس أثناسيوس في المقالات بتاعته ضد الأريوسين في المقالة الثالثة في الفقرة 62 من المقالة الثالثة ضد الأريوسية بيقول الرجل يبني البيت بالمشورة لكن بالطبيعة يلد ابنا، ده بياخد مثل وما في البناء بدأ في الوجود بالإرادة وهو خارج عن الصانع. يعني اللي بيبني البيت ده مش منه، أي مش من طبيعته خارجي. أما الابن هو نقل على الابن بقى، فهو مولود حقيقي من جوهر الآب وليس خارجا عنه. لذلك هو لا يأخذ مشورة فيما يخصه لئلا يبدو كأنه يأخذ مشورة عن نفسه، لأن الابن له نفس جوهر الآب. وحيث أن الابن يفوق الخليقة هكذا فإن ما هو بالطبيعة يفوق ما هو بالإرادة، ويقول ما هو بالإرادة هو خارجي عن الصانع. واللي بالإرادة دي هي كلها الطاقات الإلهية. واضح؟ واضح يا سيد. هو فيش بيت من طبيعة إنسان، ما بيبنيش بيت من لحمه ومن دمه. بيقول كده يعني. أثناسيوس وغريغوريوس الرينسي بيقول كل موهبة وكل قدرة وكل نعمة لها أصلها في الآب، وتتحقق من خلال الابن وتمنح بواسطة الروح القدس. دي بالإرادة. يوم يقولوا إن هي الله أيضا، وعشان كده لما بناخدها النعمة دي ونتحد بيها زي الحياة الأبدية اللي بنتحد بيها لما بنتناول جسد الرب ودمه، قال من يأكلني يحيا بي، صحيح المسيح، وبولس الرسول بيقول لي الحياة هي المسيح، فالمسيح ينبوع الحياة بالنسبة لنا. تمام. لكن دي بالإرادة الإلهية، ولذلك النص الكتابي بيقول ربنا شاء فولدنا بكلمة الحق.
طيب نكمل كلام القديس أثناسيوس، جملة بسيطة في المقالة الثالثة الباراجراف 62 في نفس الفقرة بس في الصفحة اللي وراها على طول، بيقول بحسب الطبيعة هو صالح، وأكثر من ذلك وحقا هو آب الابن بالطبيعة وليس بالإرادة. أيوه. ما هو بيدافع ضد أريوس، فبيقول إيه يا أريوس أنت عايز تقول الابن مخلوق؟ الابن ما مش مولود بالإرادة، ده من طبيعة الابن، مولود بالطبيعة. وقال كلام كتير 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 عشان يرد على الأريوسية، وبيروح ويجي ويروح ويجي ويروح ويجي ويستغل، مش يستغل، يستخدم هذه النقطة اللي هي إن الابن مولود بالطبيعة مش مولود بالإرادة. طبعا احنا جايبين أقوال آباء قديسين كتير، في كتاب الأرثوذكسية قانون إيمان لكل العصور تأليف الأب أنتوني كونياريس ترجمة الراهب يقول المهاري، بيقول إيه؟ إن الكلمة الذي صار جسدا في يسوع هو نفسه يجب أن يصير جسدا فينا، يجب أن يتكرر الاتحاد بين هو بشري وما هو إلهي في حياة كل مؤمن بطريقة سرية. أنا وأنت كأولاد وبنات الله ننال قوة لنصير امتدادا للتجسد. دي الفكرة سيدنا بتاعت المدرسة الأولى. أيوة مدرسة متى المسكين. لنكون في هذا العالم مسيحا على الأرض امتدادا لتجسده. الكلمة الذي صار متجسدا في بولس بطريقة سرية، الكلمة تجسد في بولس ولا الكلمة تجسد في يسوع الناصري؟ طبعا هو ما تجسدش في بولس بس، تجسد في كل المؤمنين بالمنطق بتاعهم. يستطيع أن يتجسد أيضا فينا بنفس الطريقة. إيه اللي حصل؟ أدان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسته بتاريخ 27 مايو 2007 برئاسة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة هذا النص في فاتحة النصوص التي أوردتها لجنة الإيمان والتعليم والتشريع في تقريرها للمجمع المقدس بشأن خطورة التعليم في هذا الكتاب، وقرر المجمع المقدس الإعلان عن هذه الأخطاء. أنا لما كلمت المطران عمانوئيل زمان في الموضوع ده قال لا إحنا ما بنقبلش الكلام ده، المدرستين الاثنين. لا دي ولا دي، كويس يا سيدنا الحمد لله. امبارح لما قابلته في لبنان وقلت له على الحاجات دي بقى عشان نشوف ايه الحكاية، يعني هل لما الأب إبراهيم دبور ينشر الكلام الغلط ده بتاع جورجيوس كابسانس. فكرة سيدنا بالعداد بس بيبلغوني معهم صور من الزيارة، لو نيافتك تسمح ممكن ينشروها معنا وإحنا بنتكلم مع نيافتك. هل نيافتك لو تسمح يزعوها ينشروها معنا، يطلعوا الصورة؟ مفيش مفيش. خدتوا التصريح من سيدنا، في صورة على الهواء سيدنا. تأسف إن قطعت نيافتك بس هم حابين يدعموا كلام نيافتك بالصورة. اللي ظهروا لينا ده الكاثوليكوس أرام، أنا على يمينه والمطران عمانوئيل على شماله، هو ده الكاثوليكوس أرام أهو، ودي صورتي أنا وأنا قاعد على يمينه أو هنا باين أهو.
احنا بس الشاشه بعيده قوي علينا فمش مميزين قوي، بس طبعا انا شايف سيدنا كويس مش شايف حد تاني. ده قداس الكاثوليكوس أراما. تمام يا سيد. هو اللي كان بيرأس الاجتماع، بس الاجتماع مسميينه اجتماع رئيسي لجنة الحوار اللاهوتي الدولية ما بين العائلة دي والعائلة دي. لما كلمته الحقيقة كان راجل لطيف جدا، مطران عمانوئيل، قال لي احنا جوهر الله غير مقترب إليه، لكن احنا بنعرفه من خلال طاقاته. نعرفه من خلال طاقاته، صح. قلت له يا سلام عليك. وده هو فكر اباء كنيستنا، يعني يافت المطران. ده بالنص كلام القديس باسيليوس الكبير، صحيح يا سيد. وانا قريته في كتاب مطبوع في دير للروم الارثوذكس في امريكا عن اقوال الاباء، والكتاب ده طبعين الروم الارثوذكس، فقريت كلام باسيليوس الكبير بالانجليزي. بيقول كده، بيقول نحن نعرف الله ليس بأن نعرف جوهره، جوهر غير مقترب، لأن جوهره غير مدرك، هو غير مدرك أصلا، ولكن نعرفه من خلال طاقاته وعطاياه ونعمه وصفاته. فجم الملحدين أو الوثنيين زنقوه، بس ما تزنقش. قالوا له يبقى أنت بتعبد إله أنت لا تستطيع أن تعرفه، تجهله، لا تستطيع أن تدركه. يبقى أنت بتعبد إله لا تستطيع أن تعرفه. فرد عليهم حتة رد، قال لهم أنا أعرفه، أنا يكفيني أن أنا أعرف عن جوهره أنه كائن. وده اسم الله اللي ذكر في سفر في العهد القديم. انا قريت الحتة دي، ده من حوالي 15 سنة مثلا، قريت الحتة دي وكنت هطير من الفرحة. ليه؟ قلت طب انا بقالي سنين عايز اعرف ليه لما ربنا موسى سأله قال له طب اسمك الخصوصي ايه؟ انت بتقول انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، تنسب نفسك لاولادك او اله طريقة. طب ما في الهه كثيرين، فكلمه اله مش كفايه، واله بالسرياني الشرقي هي الله، الله يعني الله. قال له انا عايز اعرف اسمك انت، عشان الشعب بتاعنا بقاله في مصر 430 سنه، فالمصريين عندهم أوزوريس وإيزيس وحورس وأنوبيس ورع وآلهة ما لهاش عدد، فهم واخدين على أنه كل إله لازم اسم يخصه، اسم خصوصي. فقال له أنا اسمي يهوى. أنا قاعد أفكر سنين إشمعنى ربنا اختار يهوى كاسم لي؟ مين خلاني فهمتها؟ القديس كيرلس، القديس باسيليوس لما رد على الكبير اللي بنصلي بالقداس بتاعه. الباسيلي، اسقف قيصرية، صح اسقف القداس الباسيلي. قلت يا شوف بقى، هو رد وقال لهم يكفيني ان انا اعرف انه كائن، كائن بس. وده اللي قاله لموسى النبي لما سأله على السؤال. وعشان كده لما موسى قال له اسمك الخصوصي ايه؟ قال له أنا هو الذي أنا هو، أنا أكون الذي أنا أكون. وقال له روح قول لهم هو يكون بعتني. هو يكون دي ترجمة كلمة يهوى اللي هي معناها الكائن، الكائن هي اللي هي أنا هو، ويهوى اللي هي هو يكون اللي هي الكائن. يا سلام. واللذيذ كمان انه قال له انا اكون الذي انا هو الذي انا هو. طب ليه بيقول الاسم
مرتين. أنا هو الذي أنا هو. يعني أنا كائن الذي هو كائن. يعني أنا الكائن اللي ما وجدوش حد، ما حدش أوجده. أنا الكائن الضروري. أنا أصل وعلة كل الوجود، كل شيء في الوجود. أنا الكائن. اسم ربنا ده اسم عجيب فعلا يا سيد. أنا الكائن. ولذلك موسى ابتداء من الإصحاح الثاني في سفر التكوين بعد عبارات قليلة ابتدى يكتب وقال الرب الإله نصنع كذا، وقال الرب الإله كذا، وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد سرك واحدا منا، وقال الرب الإله. طب الرب الإله دي في العبري إيه؟ يهوى إلهيم. إلهيم اللي هي الإله، ويهوى الكائن. الإله الكائن. قال الإله الكائن. قال الإله الكائن. ده في الخروج 3 حكى هو إمتى ربنا قال له أنا اسمي كده. في خروج 6 قال أنا ظهرت لأبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولكني باسمي يهوى لم أكن أعرف عندهم. خروج 6. ولذلك لما ابتدى سفر التكوين قال في البدء خلق الله السماء والأرض، لكن بعد شوية كده في أوائل الإصحاح الثاني ابتدى يقول وقال الرب الإله، وقال الرب الإله، وقال الرب الإله، وقال الرب الإله، لدرجة في الإصحاح الثاني بس متكررة يجي 7-8 مرات على كل مراحل الخليقة. وفي في يوم كان 7-8 مرات في الصح واحد. اي صح صح. وفي ايام كان يتذكر فيها اكتر من مره قال الرب الاله، يعني في ايام مثلا خلق فيها اكتر من حاجه فتكررت اكتر من مره في يوم واحد. لا بص، هو في الاول اتكلم عن الخليقة، وبعدين رجع ابتدى يلخص اللي قاله. بيقول ايه بعد ما قال واستراحة فرغ الله في اليوم السابع، دي بداية الإصحاح الثاني. بغاية سيدنا في بداية العدد الثاني وفرغ الله في اليوم السابع. واستراحة من جميع عمل الذي عمل الله خالقا. الآية 4 دي بداية بقى انه ابتدى يستخدم اللقب الكامل. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. انا استخدم الرب الإله ومشي على كده على طول بقى. لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ده بعدها على طول الآية 5. مظبوط سيد. وبعدين الآية 7 وجبل الرب الإله آدم، رجع حكى تاني خلقة آدم، حكاها تاني. صح. وبعدين في الآية 8 وغرس الرب الإله. دول كده بقوا 4 مرات ولا كام لغاية دلوقتي؟ ادي واحد. وبعدين في الآية 9 وأنبت الرب الإله. 5 تقريبا. لغاية دلوقتي احنا 5. ادي 1-2. وفي الآية 15 وأخذ الرب الإله. 4-5 لغاية 9-5 سيدنا، وبعد كده 15 يبقى دي 6. وبعدين وأوصى الرب الإله في الآية 16. ادي 7. وفي الآية 19 وجرب الرب الإله. كده 8. 21 بعد كده. وفي الآية 21 فأوقع الرب الإله سباتا على آدم، ده خلقة حواء بقى. صحيح. إذا 9 بالتفصيل بقى ابتدى يحكي بالتفصيل. أنا كنت بقول عليه في الأول لكن أقول الله بس. استنى بس. وصلنا لكام؟
رقم 9 يا سيدنا في الغيت والغيت 21 لغيت عدد 21 تسع مرات 22 ورا وبنى الرب الاله يبقى دي المره العاشره لقيت 22 يبقوا 10 مرات 10 مرات طيب كده ده الاصحاح الاصحاح الثاني الثاني بس ها لكن في الاصحاح اللي بعديه برضه لما تبص في الايه 8 تقول سمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه صحيح. الرب الاله ده المسيح الاب ما بيمشيش في الجنه فده المسيح بس قبليها بقى ممكن تبقى فيه وبعديها وحاجه ما يعني مش موضوعنا النهارده ان احنا نتكلم فيها كتير مش هنعد يا سيدنا ده كتير يعني الاصحاح الثالث فيه يعني برضو مرات كتير جدا كتير يعني. قوي 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 عشان كده لما توما حط ايده في جنب المسيح قال ربي وإلهي اليصابات قالت من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي لكن توما لما حط ايده في جنب المسيح قال ربي وإلهي ده توما بقى لحد الجاي عشان بمناسبه توما سيد احد توما وهو احد توما بعد بكره ومن هو من الاعياد السيديه الصغرى ومحسوب عيد في الكنيسه انا كان اسمي الراهب توما السرياني فانا بحب توما برضه بالرغم ان هو في الاول قال مش هصدق الا اذا شفت بنفسي وحطيت ايدي مطرح المسمار وحطيت ايدي في جنبه فمعلش يعني تشفع له عبارة ربي وإلهي اعتراف يعني تشفع له دي دلوقتي احنا وضحنا الفرق بين المدرستين صحيح توضيح جميل سيدنا مدرسة ما بتجيش ناحية الجوهر الإلهي خالص وتاخد الطاقة تعتبرها هي الله وتقول نتحد بيها ونبقى نتحد بيها ونبقى احنا آلهة كلنا ومدرسة تانية بتقول ان الاتحاد الأقنومي بيتم فينا زي ما تم في تجسد المسيح واحنا امتداد للاتحاد الأقنومي والكنيسة مش جسد المسيح بمعنى الجسد الاعتباري أعضاء في جسده العام وهو الرأس لا ده احنا جسده الإلهي كأننا بنتناول نفسنا في القداس طب محتاجين مناولة في ايه لما احنا الجسد الإلهي يبقى بنتناول الايه ناكل روحنا جسده بدمه على رأي البابا شنودة كان بيقول هنتناول نفسنا اللي بيقولوا ان احنا الجسد الإلهي للمسيح لا احنا الجسد الاعتباري احنا اعضاء كلنا في جسده هو رأس اخذنا البنوة بالنعمة و بالتبني احنا ابناء بالتبني زي ما قريناها قبل كده في اخوال اثناسيوس وكرولوس لكن المسيح هو ابن بالطبيعه احنا ابناء بالتبني مظبوط سيد ده الفكر اللاهوتي بتاع كنيستنا وبيستخدموا بقى عباره دي هنختم بيها العرض الشامل لموضوع التأليه ما احنا ايه كده اتكلمنا عن مدرستين كبار في بقى عبارة جابوها في كتابات درب ومقار زي كتاب الكنيسة عروس المسيح جابوا من رسالة بطرس الثانية عبارة شركاء في الطبيعة الإلهية الطبيعة الإلهية زودوا حرف في ده عشان يخدموا الهدف بتاعهم حرفوا الكتاب المقدس بطرس نفتح الرسول. بطرس الأولى خمسة الإصحاح الأول بطرس الثانية قصدي الإصحاح الأول بطرس الرسول ابتداء من الآية الثالثة كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى
بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا وهب لنا المواعيد العظمى أو وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية. بيغنوا بقى على الآية دي: هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، ولهذا عينوا أنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، في الفضيلة معرفة، في المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي الصبر وفي التقوى مودة أخوية، في المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. طب ما كان إله قبل كده، إزاي نسخ تطهير خطاياه السالفة؟ لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعواتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت الله، إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لسه في مرحلة. طيب يبقى القصة كلها، أولا مفيش كلمة فيه، سياس كينوني في سيئوس، النص اليوناني هو مفيش. طبعا السيدة أنا مفيش أن، مفيش حرف ال، مفيش أن، ان اللي هي ابسلون ني اللي هي في، وهي ان باليوناني برضو زي الانجليش كده. ايوه ابسلون ني اللي هي ان، مش ان، مش ان زي و partakers of the divine nature، برضو ما فيش ان ذا ديفاين نيتشر. اوف دي ده حرف اضافه مش حرف في، اللي هي انا عندي شركاء الطبيعه في العربي، ما بحتاجش في دي لحرف، لا بحتاجش الحرف إضافة. في العربي ما بنحتاجش الحرف إضافة سيد. ففي الإنجليزي في of، و of مش in، مش in، في فرق كبير، في فرق بين حرف الإضافة وحرف الجر ده اللي هو in. يبقى هي شركاء الطبيعة. طيب دي أول نقطة، لما هم يحرفوا الآية ويطبعوها في كتب درب ومقار وتبقى مكتوبة شركاء في طبيعة الإلهية، ده مش تزييف للكتاب المقدس؟ طبعا. طيب حاجة تانية، بيقول دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة. مواعيد، مواعيد يعني حاجة مستقبلية مش حاجة قائمة. لكي تصيروا تصيروا لسه في مستقبل بها شركاء الطبيعة الإلهية. طيب هاربين من الفساد الذي في العالم، يبقى إذن لسه ما بقوش شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد. وبعدين ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد، يبقى لسه في جهاد، في جهاد على الأرض. قدموا في إيمانكم فضيلة، والفضيلة معرفة، والمعرفة تعرف إلى آخره. وبعدين قال اللي ما عندوش دي يبقى هو أعمى قصير البصر. لذلك بالأكثر اجتهدوا، كملوا بقى جهاده، اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعواتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك شرط لن تزلوا أبدا، لن تزلوا أبدا، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. مش ده تعليم رسولي في الكتاب؟ ثبات في الفضيلة وفي في الأمور الألعالية، كلمة القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، دي مش آية؟ آية في التعليم الرسولي. طيب لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. يبقى لما تهربوا من الفساد الذي في العالم وبازلون كل اجتهاد وتطهروا خطاياكم السالفة ولا لا لا ده اللي ما عندوش دي نسي تطهير خطايا، لا
لكن هو بيقول قد هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة وأنتم باذلون كل اجتهاد. وقال بقى الاجتهاد ايه وايه 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 وايه، وبعدين بالأكثر اجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا مخلصنا يسوع المسيح الأبد. يبقى شركاء الطبيعة الإلهية في المجد الأبدي. يعني إيه؟ يعني يخشوا ملكوت السماوات. اللي يخش الملكوت ده مش هيشترك في المجد بتاع الملكوت، ولا هيقعد شرابة خرج كده؟ لا طبعا ايه؟ هيعيش المجد في الملكوت طبعا. طيب نشوف اخر آية بقى، اخر اصحاح في الرسالة اللي قبلها على طول. بطرس برضو، مش واحد تاني، بطرس الرسول الاولى 5. اتفضل اقرأ لي الآية رقم 1. اطلب الى الشيوخ الذين بينكم، انا الشيخ رفيقهم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. شريك المجد العتيد. أنهي مجد؟ اللي لسه هيعلن. اللي لسه هيعلن. يعلن إمتى؟ عند استعلان ربنا يسوع المسيح. وهو قالها هنا، بيقول ايه؟ اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. هي دي بقى كلمة شريك المجد العتيد أن يعلن. طب ومين بينكر ان احنا نبقى شركاء في الأمجاد السماوية؟ هو الملكوت ده عبارة عن إيه؟ مش إن اللي في الملكوت دول ملك للآب والابن والروح القدس؟ حتى من معناها اللغوي ملكوت، فإحنا ملك للآب. ملك. طيب هنبقى عبارة عن أجسام معتمة هناك؟ لا طبعا يا سيدنا، هنبقى أجسام نورانية. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. ده كلام السيد المسيح. ايه رايك بقى في انجيل متى؟ اعتقد سيدنا الالي في متى. كلام السيد المسيح، حينئذ يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم. طب ايه الحكايه؟ امجاد الملكوت، اللي هيخشوا الملكوت مش هيبقوا متفرجين، ده هيبقوا هم نفسهم منيرين ومضيئين كائنات مضيئه. هي اللي مخلية الملكوت مليان أنوار الملائكة وتسبحها، وأنوار القديسين وتسبحهم. إيه ده كله؟ لكن ده مش معناه إن ده يلغي مجد الثالوث. بس إيه؟ شريك المجد العتيد أن يعلن. فأمجاد الحياة الأبدية ما حدش بينكرها. حتى سيدنا بولس الرسول برضه في حته يعني نجم يمتاز عن نجم في المجد، فحتى احنا نفسنا هيبقى فيه تفاوت. نجم يمتاز عن نجم في المجد، برافو عليك. درجات المجد، فمجدنا غير مجد الثالوث يعني. مش معقول. لا وكمان مش معقول واحد غلبان زيي هيبقى زي يوحنا المعمدان او العذراء مريم في الامجاد السماويه. المفروض لو سمح لينا نروح ان احنا نكون مضيئين، بس كل واحد برضه في رتبته. ربنا يدينا. محدش هيبقى مظلم، محدش هيبقى مظلم. ربنا يجعلنا من اولاد الملكوت بصلواتك يا سيدنا، نبعدنا عن الظلم. لكن كمان شريك المجد العتيد ان يستعلن. البابا شنودة بقى كان يقول ايه؟ يقول احنا بنشترك مع الله. بولس الرسول قال عن نفسه هو وبرنابة، نحن عاملان مع الله. طب عاملان مع الله يعني أنا بشترك مع الله في العمل.
بس هو مانح النعمة وينبوع الحياة، وأنا فتفوتة كده بتساعد عشان توصل كلمة ربنا لحد، تساعد حد على التوبة بتاع، لكن بشتغل معاه عملان من نعمته علينا ان احنا نشتغل معاه. طيب يبقى البابا شنودة بيقول ايه؟ عبارة شركاء الطبيعة الإلهية تعني في العمل، في الإرادة، إرادة الله قدستكم، مكتوب كده. طيب واحنا إرادتنا ايه؟ هل نريد أن نكون قدسين؟ القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. هل نريد؟ نريد طبعا يا سيدنا. أتريد أن تبرأ؟ أريد. لا ما بقولكش أنت، ده أنا بقول المسيح قالها. أبرأ من سم الخطيئة. لا قال له أتريد أن تبرأ؟ طبعا يا سيدنا. ما حدش يرفض أن يكون في حالة مجد أو في حالة، لازم يريد. لازم يريد. في الخلود. هو الحياة الأبدية ما فيهاش خلود؟ طب وإحنا مش في خلود دلوقتي، احنا مصيرنا الموت الزمني. يبقى المواعيد السمينة والعظمى تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية في الخلود. خلي بالك في القداسة، بس كل واحد على قده. كل واحد لازم قدسين، لازم، بس كل واحد على قده. صحيح. نجم يمتاز عن نجم في المجد. في الملكوت، وانا شرحت في الملكوت ان احنا نفسنا نبقى بنمثل اضواء في الملكوت كمان، مش اجسام معتمة او شراريب خرج واقفة تتفرج. صحيح. ده لازم حينئذ يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم، والملائكة تبقى فرحانة بالقدسين، واحنا نبقى فرحانين بالملائكة لو نفذنا اللي قاله بطرس الرسول، فيقدم لنا بسعة دخول إلى ملكوت الله. في السعادة الأبدية، ده كلام البابا شنودة. ممكن نكون شركاء الطبيعة الإلهية في السعادة الأبدية؟ بالتأكيد يا سيدي. طيب. محتاجين، احنا هنبقى في حالة فرح وسعادة فوق، مش هنبقى مفيش في الحب حس. شركة وموهبة وعطية الروح القدس، محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فالحب هناك بقى ما تقوليش يا حبيبي بقى. ليه بقى؟ لأن العروس النشيد بتقول أدخلني بيت الخمر وعلم فوقي محبة، نذكر حبك أكثر من الخمر. عشان كده المسيح لما قال الحق أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة بعد، دليلة ألامه في الإفخارستية، حتى أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. طب في عنب في ملكوت السماوات؟ لا طبعا، ما فيش أي حاجة مادية خالص. في عنب؟ لا سيدي. في نبيت؟ ولا أي حاجة من الكلام ده كله. أه؟ لا طبعا يا سيدي، فيش الكلام ده. في سيفن أب؟ ولا كولا؟ فيش كلام من ده؟ ولا فيش كلام ده. طب أشربه معنا الجديد اللي هو إيه؟ الحب سيدي. أشربه معكم. العروس النشيد بتقولها، أدخلني بيت الخمر. أصل الخمر كان هو علامة الاحتفال بالعرس. ففي عرس سماوي. يبقى لازم فيه خمر، بس خمر من نوع آخر، اللي هي كؤوس المحبة. محبة جميلة، حاجة كؤوس المحبة يتجرعها القديسون، يشربوها يعني هم فرحانين، نذكر حبك أكثر من الخمر. أدي الكلام فكر يعني سيدنا. أدي الكلام. بنشكر ربنا على نقاء فكر كنيستنا يا سيدنا بصراحة. نعم. بنشكر ربنا على نقاء الفكر بتاع كنيستنا وباء كنيستنا. وبطرس نفسه في نفس الرسالة،
بس الأولانية مش التانية. بطرس الرسول بالإصحاح الأول الآية 13-16. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح كأولاد الطاعة. عند استعلان يسوع المسيح. يسوع المسيح خلي بالك. أيوه. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. دي قبل ما يبقوا هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. تفضل يا سيدي. يبقى بطرس كان يقصد إيه بشركاء الطبيعة الإلهية؟ كونوا قديسين في كل سيرة، كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. يبقى نشترك مع الطبيعة الإلهية في حياة القداسة. بس قداسة الله ذاتية ومطلقة وليس لها بداية. القداسة بتاعتنا مكتسبة. أيوة. وبالنعمة. ففي فرق. بقى أنا شحات بشحت من ربنا النعمة وروح أحط راسي براسه، هو مصدر النعم كلها أو مصدر النعمة. أنا شحات واداني لبس جديد واداني حاجات فخمة، ملابس العرس، ها؟ أو ما أحط راسي براسه؟ ما ينفعش. صح. ده أنا حتة شحات. ولذلك البابا وهو بيناقش القضية دي في مجلة الكرازة هو بالظبط الوقت ده. ولا يهمك ولا يهمك. بس في الساعة بالظبط ابتدينا كام؟ البابا شنودة بأريحيته كده وأسلوبه الراقي جدا، فمش قادر يتخيل إن في ناس تفكر إنها تساوي نفسها بربنا. فقال لهم قليل من الاتضاع يا اخواتي. فاكر العباره؟ اي يا سيدنا طبعا فاكر. سمعناها منه سيدنا فعلا يعني كذا، ويمكن قالها اكتر من مره. بعدين اي انسان طب ما يفكر في نفسه يقول الله قدوس ومعصوم تماما من اي خطا، اذا كنت انا معرض للضعف. يقول يعقوب الرسول كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا. ويقول أننا في أشياء كثيرة نعصر جميعا. يعقوب الرسول بيتكلم على أنه ممكن الواحد تفلت منه حاجة ويرجع نفسه فيها. فبيقول لهم قليل من الاتضاع يا إخواتي. بس يقول للمين؟ يقول للآلهة. طيب. وأختم حديثي. الله نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي. يا ريت. أختم حديثي في شرح القضية. دلوقتي احنا شرحناها الطيارين بتوعها، وأيضا إساءة استخدام العبارة بتاعت شركاء الطبيعة الإلهية. فكده يعتبر غطينا المساحة بتاعت الموضوع. بس عندنا بقى أقوال أباء قديسين مالية الكتاب ده كلها بتنفي وبترد على هذا الفكر الغلط. بس احنا الوقت ما يتسعش لقراءة كل هذا. جايز تيجي فرص في مرات أخرى إذا شاء الرب وعش. إن شاء الله يا سيدنا. بس بشكر نيفتك جدا سيدنا النهاردة، يعني وضحت لنا الطيارين والفرق بينهم، وده كان مهم جدا إن احنا نعرف اللي بيدعوا التأله وتأليه الإنسان دي بيفكروا إزاي، وإزاي في مدرستين مش مدرستين. مدرستين. شكرا جدا سيدنا وحمد لله بسلامتك مرة تانية. يعني شكرا لتعبك سيدنا، يعني لسه واصل من سفر وجاي تدينا الحلقة النهاردة والكلام بتاع نيافتك والشرح ده. ونشكر المجموعة الجميلة اللي حضرت معنا وعرفوا يدخلوا. نورتوا الحلقة. بس أنا والمطران عمانوئيل امبارح كنا متفقين إن احنا لا يمكن أن نعرف الله من خلال جوهره، ولكن نعرفه من خلال طاقاته. ولكن لا يعني ذلك أن نتحد بها وتكون
متأسف لا يعني ذلك أن تكون الطاقات دي هي الله نفسه، وإذا اتحدنا بالنعمة اللي ممنوحة لينا نبقى احنا بقينا الله. في هو نفسه أمل يا سيدنا أنه الفكر ده مش فكر عام في الكنيسة، هو نفسه قال العبارات اللي أنا قريتها للقديس باسيليوس الكبير من 15 سنة، حتى لو قالها عفويا كده لكن هي متطابقة مع فكر القديس. أنا قلت له ده القديس باسيليوس قال الكلام ده، وهكتبها له في ورقة بحث، ورقة بحثية لما هنتقابل في قبرص في الخريف اللي جاي إن شاء الله. ربنا يبارك في كل عمل يا سيدنا نيافتك بتقوم بيه، ويعني عندنا أمل كبير بمجهود نيافتك وبصلواتك يكون في وحدة حقيقية بين كنائس الأرثوذكسية، والأفكار الغريبة اللي موجودة عندهم دي ما تبقاش فكر عام أو شامل في كنيستهم ويقدروا ينقوها. احنا بيظهر عندنا برضو على فترة كل فترة تانية أفكار غريبة، لكن الكنيسة صحية بتنقي هذه الأفكار. نتمنى أن نكون ده موجود ونقدر نوصل. اللي يهمني رأي الكنيسة الرسمي، لكن شطحات ننسيت أقول ده مطران بريه قالوا لي أنت ما تعرفش إنه مطران بريه ولا في واحد من رهبان جبل آسوس المعلمين الكبار المشهورين بتوعهم حارم البطريرك المسكوني. يا إلهي هو قال لي امبارح كده. شكرا سيدنا معنطر، يعني هنختم الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة مع سيدنا الأنبا شوي مطران دمياط في حوار مفتوح متجدد دائما إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.